أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي منوع بعيدا عن السياسة. طورت الباحثة المصرية رانيا القلا مادة من قشور البيض والمكسرات قابلة للتحلل العضوي بهدف استخدامها بديلا للبلاستيك المضر بالبيئة، حيث تعالج قشور البيض وتحولها إلى مسحوق مع تسخينها إلى درجات حرارة معينة، بحيث يمكن استخدامها لاحقا في صنع المنتجات المختلفة. تجمع رانيا قشور البيض والمكسرات من المطاعم والمتاجر، وتطلب دائما من أفراد أسرتها عدم التخلص من قشر البيض الذي تحتاج إليه بشدة. وقدمت الباحثة هذه المادة في إطار بحثها للحصول على درجة الماجستير في الجامعة الألمانية في القاهرة. ابتكر الطاهي الأسباني روبن فينولر وصفة جديدة لأرز البايلا السوداء التقليدية بالذغب والمحار، وتشمل مكونات هذه البايلا الغريبة أيضا مرق المأكولات البحرية والمكونات التقليدية المقلية والحبار وطهي الأرز بالطريقة التقليدية. ويضيف فينولر المحار والصفائح الرقيقة للغاية الصالحة للأكل من الذغب عيار 24، واصفا تلك الوجبة بأنها جوهرة تستحق الثناء. عثر الشاب السوري خالد البتران على حقيبة في مدينة إسطنبول التركية بداخلها ذهب بقيمة 6600 دولار، وسلمها لصاحبها بعد جهود حثيثة بذلها للوصول إليه، حيث وجد خالد الحقيبة في أثناء توجهه في وقت متأخر من الليل إلى منزل شقيقته، فسارع مباشرة إلى البحث عن صاحبها والاستدلال عليه من خلال الأوراق التي بداخلها. وبعد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي استطاع الوصول إلى صاحب الحقيبة وإعادتها إليه. أنتج المهندس والفنان رامبال بينيوال من ولاية البنجاب الهندية مركبة مستوحاة من الطائرات تسمى بنجاب رافال. واستلهم بينيوال الفكرة من الطائرة المقاتلة الفرنسية داسو رافال، والتي تستخدم حاليا من قبل القوات الجوية الهندية. السيارة لا تتمتع بقدرات الطيران، حيث تم تجميعها من الأجزاء المتوفرة محليا، ويبلغ طولها 5 أمتار و700 سنتيمتر، وعرضها 2 متر و700 سنتيمتر، وتسير بسرعة تصل إلى 20 كيلومترا في الساعة. قال العالم التركي أوغور شاهين الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية إن شركته تعمل على زيادة إنتاجها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 2,400,000,000 جرعة بنهاية العام الجاري لمساعدة العالم على العودة إلى الحياة الطبيعية. وأضاف شاهين أن تحقيق المناعة في أوروبا حتى نهاية الصيف القادم بات ممكنا من خلال تسريع أنشطة التطعيم، لكن من المهم جدا منع أكبر قدر ممكن من حالات انتقال العدوى من خلال مواصلة حملات التطعيم. نجحت المركبة الفضائية سويز ام اس المأهولة بالالتحام بوحدة بويسك بعد انفصالها عن وحدة راسفيت للأبحاث في محطة الفضائية الدولية، ونفذت عملية النقل بهدف توفير مساحة لرسو المركبة الفضائية سويز ام اس المقرر إطلاقها في نيسان المقبل. ووفقا لوكالة الفضاء الروسية فإن عملية إعادة الالتحام تضمن سلامة أفراد الطاقم خلال سيرهم في الفضاء في أثناء تنفيذ أنشطة خارج المركبة.
بقليل من الورق المقوى والألوان وكثير من المهارة والإبداع، صمم الفتى اليمني مشير الحزمي مجسمات أبنية يأمل بإنشائها في مرحلة إعادة الإعمار حينما تضع الحرب أوزارها في بلاده. وبدأ الحزمي بتشكيل مباني صغيرة صنعها من الورق كمباني صنعاء الأثرية والفن المعماري اليمني، حيث يشجعه والده على تحسين مهارته وصقل موهبته أكثر حتى يطور طموحه إلى ما هو أكبر كتصميم مباني كبيرة، بحيث ينتقل إلى مرحلة الهندسة المعمارية. تمكن تركي خيري داغلي الذي استقال من وظيفته في تركيا وانتقل للعيش في إفريقيا من توفير مياه صالحة للشرب إلى أكثر من 168 ألف شخص من خلال حفره آبار مياه في عدة دول بالقارة السمراء، بعد رحلة قام بها إلى جبل كليمنجارو في تنزانيا قبل 7 سنوات لممارسة رياضة تسلق الجبال. تمكن داغلي من الوقوف على حجم معاناة سكان القارة السمراء وحاجتهم الماسة لتوفير مياه الشرب، فقام بتأسيس جمعية لحفر الآبار وتوفير المياه الصالحة للشرب. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. فنان بفطرته، عاشق الرسم وتلمس الموهبة منذ نعومة أظفاره، فعاش في أحضان الطبيعة وعكس جمالها في لوحاته. الرسام الموهوب كريم ناصر من أهالي قضاء الحي في محافظة واسط، أبدع وتفنن في المدرسة الواقعية. بدأ ناصر رحلته مع الرسم منذ الطفولة، حيث تشجيع الطلبة والمدرسين في المرحلة الابتدائية ليكتسب خبرة أكبر بالرسم في المرحلة المتوسطة، ليصبح الرسم عشقه الذي يرافقه إلى الآن. بديت مرحلتي بالرسم وأني من طفولة الصف السادس ابتدائي، بصف أول ابتدائي بديت أرسم وحصلت على تشجيع من باقي الطلاب. أهله فنه لإقامة بعض المعارض الفنية من خلال الدعوات التي وجهت إليه، لكنه لم يستطع الوصول للعالمية بسبب العوز المادي وفقدانه للدعم اللازم. نقابة الفنانين في مدينة واسط أكدت عدم دعم وزارة الثقافة للفن والفنانين في المحافظة، مع أن رعاية المواهب الفنية تعكس الصورة الحقيقية للبلاد، فالفنان العراقي يمثل الوجه الحضاري والثقافي للبلد.
السلام عليكم ورحمة الله. حابين نحكي معكم اليوم عن بزوغ الأسنان، منها اللبنية أو الدائمة. متى يبدأ أول سن عند الطفل بالبزوغ؟ تبدأ الأسنان اللبنية بالبزوغ بين عمر 6 أشهر و8 أشهر، وهي الأسنان الأمامية السفلية، طبعا يليها تباعا الأسنان الأمامية العلوية، وهكذا حتى عمر السنتان إلى السنتان والنصف يكون تبزغ جميع الأسنان اللبنية بعددها الكامل واللي هو 20. بينما الأسنان الدائمة تبدأ عادة بعمر 5.5 إلى 6 سنوات، وهي أيضا الأسنان الأمامية السفلية. عندنا أيضا بالنسبة للأسنان الدائمة هن الأرحاء الدائمة الأولى أو الأضراس الدائمة الأولى يلي تظهر بعمر 6 سنوات، ولكن من دون أن يتم تبديل أي سن. فالأهل عادة عندما تذهب إلى طبيب الأسنان، طبيب الأسنان يقول لهم يوجد ضرس منخور، فهن عادة يجاوبوا بالشكل التالي: دكتور ولكن ابني ما بدل أسنانه، فما الحل؟ فنحن نجاوبهم أن هؤلاء الضرسين الأوائل ما بيتبدلوا، إنما بيظهروا من دون وقوع أي سن، وبالتالي بنقول لهم دائما ينتبهوا من عمر 5.5 للـ6 من أجل عدم بداية نخر في الأضراس الدائمة. طيب متى نبدأ بتفريش أسنان الأطفال؟ عادة نبدأ بتفريش الأسنان من مع ظهور أول سنين لبنيين، يعني بعمر 6 لـ8 أشهر. كيف؟ طب الطفل ممكن يبلع المعجون، صعب يفرش أسنانه. بكل بساطة بتكون العملية بشكل جدا بسيط، وهي بشاش مبلل. فتقوم الأم عادة بمسح الأسنان بشاش مبلل حتى عمر 1.5 للـ2 سنوات. تبدأ الأم عادة باستعمال فرشاة أسنان، طبعا لازم تكون ناعمة أكيد ومن دون معجون، خوفا من أن الطفل يبلع المعجون. بعمر 3 سنوات لـ4 سنوات، وقت يتعلم الطفل طريقة المضمضة أو طريقة البصق، فبالتالي ممكن نستعمل له معجون، وهالمعجون طبعا رح يكون بكمية قليلة جدا، وهي عبارة عن فقط بشكل حبة عدس، كمية حتكون مو أكثر من حبة العدس، لأنه كتر المعجون ما بيفيدنا، إنما لحنا الخوف إنه الطفل يقوم ببلع المعجون وعلى كميات متكررة، وبالتالي من الممكن يؤدي هذا الشيء إلى تسمم. طبعا بالنسبة لزيارة طبيب الأسنان يجب أن تبدأ من عمر 6 أشهر إلى سنة، وتكون بشكل دوري. كل 6 أشهر يجب على الأهل أخذ الطفل إلى طبيب الأسنان فقط من أجل معاينة. إذا كان لا يوجد أي مشكلة تمت الأمور وفقط عملنا كنترول، أما إذا كان هناك أي نخر أي مشكلة يقوم الطبيب فورا بالتدخل في بداية المشكلة وعدم الانتظار حتى وصولها إلى مراحل متقدمة من سحب أو بتر عصب. هذا كل شيء اليوم حابين نتكلم معكم. شكرا لكم والسلام عليكم.